مساحتنا التالية لليوم رح تكون مع دمشق وحاراتها وأزقتها المميزة. حي ساروجا هو أول حي بني خارج السور، يعني عفافة دائما لما نحكي عن سحر الشام أو نحن مثلا حابين هيك نغير جو نروح على أحياء الشام. الشام القديمة حصرا، يعني خصوصا دمشق مهد الحضارات، معروفة بالشام القديمة وبالتراث وموطن العراقة يلي بتتميز فيه وبجمالها وبأحيائها كمان والرونق يلي بتتفرد فيه بعاداتها وكمان بأزيائها الشعبية وحتى طيب ووجود قاطنيها، وهذا الشيء بيخليها تكون لوحة فنية بتسحر كل حدا بيزورها وبيتمنى يرجع لها مرة ثانية. رح نسلط ضوء بفقرتنا على حي ساروجا، حي ساروجا واللي هو من أقدم حي بمدينة دمشق، مع الباحث بالتراث وعضو البيت الدمشقي السيد هيثم الفحلي. صباح صباحك وأهلا وسهلا. أهلا وسهلا، صباح الخيرات، صباح سوريا الجميلة، كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله سوريا دائما بخير ببلدها وشعبها وقائدها. اهلا وسهلا فيك ونورتنا. يعني اليوم رح نحكي مثل ما قلنا عن واحد من الاحياء الدمشقيه القديمه، وحكينا بدنا نحكي عن ساروجا، بس جايب لنا معك يعني والله يعني انا جاي من البرازق. من ساروجا انا جاي، يعني دائما بيجيب اللي جاي بيجيب الشغلات الموجوده عنده. انا لقيت اشتهيتكم فلافل سخنين، كان عم يقليهم، عندنا محل عمره 60 سنه محل ابو ياسين، فاشتهيتهم من عنده. وعندنا كمان فرنين يعني بيعملوا البرازه كثير مميزه بساروجا. عندنا كمان نعمل كمان المعمول بالنارنج، كمان النارنج بالبيوت العربيه كمان نحن بنعمله بساروجا، كثير شيء طيب يعني واشتهيتكم فيه. ما شاء الله، يعني مبين سلام إيديك. الريحة هلأ حلوة والله الصراحة. كان الخبز بدي يجيب لكم خبز منقوش، بس كان عنده مشكلة بالكهرباء أو المازوت، ما لحقنا يخبز، يعني كان بده وقت وتأخرنا. إن شاء الله المرات القادمة بتزورونا بالحي ونضيفكم الضيافات اللي حلو اللي طريقة التقديم، يعني احنا مثلا لما نكون بالشام عم نشتري فلافل مو انه بينحطوا بكيس، لا في طريقة تقديم تمام. هلا انا شوفي مثلا هذا صحن الفلافل، هذا صحن ايشاني، هذا الصحن عمره 90 سنة، هذا الصحن ايشاني عمره 90 سنة، هذا الصحن بيقولوا له بقدونس، صحن خزف كمان عمره لا يقل عن 80 سنة. يعني كلها شغلات أثرية. أنت اليوم شايفة هاي الصينية القش؟ هاي الصينية القش تبع ستي، حتى في شغلة إذا بتلاحظيها هون هي مخيطة بإيدها من طرفها، هذا الخيط تبعه، ماشي. ايه هذا الخيط عمره 50 سنة. حلو، يعني الأشياء القديمة الحفاظ على التراث شيء جميل صحيح جدا، صحيح، يعني بيعطي روح هيك وبيحسسك انه الدنيا دافية وأمان ولساتك عايش بالعصر الجميل. بس لا تؤاخذوني أنا، بس خلينا عن ابو العطيس. طيب خلينا نحكي عن كمان اطعمه ثانيه واكلات ثانيه بيشتهر فيها الحي غير الفلافل والبرازق. هذا تبع جدي العطيس، قديم نحن متعودين شو هو، ما حدا يمكن كثير بيعرف العطيس. هلا انتم جيلكم ما راح يعرفوها، بيعرفوها القدامى. انا فكرتك عم تعطس. لا لا، هذا بيعمل تحريض مشان هذا بيفتح الدماغ مشان يعرف يحكي الواحد. هذا العطيس بيستعملوه الخدامة، هو محرض للجهاز التنفسي، يعني هي بيشتروها من عند العطارين. وهي العلبة لحالها، العلبة عمرها 100 سنة، وهي مادة العطيس اللي فيها بيشموها مشان يقدر يعني يتنفس. هي من مادة العطيس بتنجاب؟ هلا هي مادة عطرية يعني بيستخرجوها من النبات. خلينا نحكي عن مأكولات تانية بيشتهر فيها الحي، حي ساروجا. هلأ حي ساروجا يعني اللي بيروح لهونيك شو بيأكل الصغير؟ الفلافل. هلأ في عندك الأكلات الشعبية اللي هي الفول والمسبحة. هلأ نحنا حي ساروجا كبداية، حي ساروجا كان حي كبير، مو هو سوق ساروجا. هلأ كل المشاهدين بيفكروا ساروجا هي السوق، هي السوق كان اسمه سويقة ساروجا بالعهد المملوكي، يعني بناء الأمير صارم الدين ساروجا، كان اسمه سويقة. السويقة هي تصغير للسوق، سويقة ساروجا عبارة عن سوق في كل شيء، مثلا بدك الفرن، بدك الخبز، بدك أقدم صيدلية، كل شيء فيه. المأكولات الشعبية مثلا كان عندنا وقت نحن بالمدرسة عندنا محل فول اسمه التنبكجي، وقدامه في فيجي،
الفيجة سبيل مي. كنا نجي على خبز مشروح في فرن اسمه فرن الصخرة، فرن أسري، فرن أسري يعني أمره أكثر من 200 سنة، فرن حجري. إذا بتفوتي على هذا الفرن بتلاقي السقف تبعه فيه سكك من السكة الحديدية، سكك حديدية ومرصوف بالحجر، يعني منظر كتير جميل، حجر درج حجري، فرن حجري. هلأ للأسف الحداثة تحول مقهى، يعني صار كافتيريا، كافتيريا هو ملكيته وتعود للأوقاف، يعني تحول لمقهى، يعني عم تندثر الأوابد والمعامل، الأوابد الأسرية عم تروح، المعالم الأسرية عم تروح، يعني هذا الشيء بيحز بالنفس. في فرن تاني كمان تحول لمحل لابتوبات، مواجه جامع الورد كمان تحول لمحل لابتوبات، في محل طرابيش، يعني هاي المهن كنا نشتهر فيها الطرابيش، كمان لصناعة الطرابيش كمان تحول لمحل موبايلات. يعني هاي الحداثة هي عم تقضي، الحداثة عم تقضي على رونق الحي. طيب خليني اسال حضرتك، يعني لما بنحكي عن التراث ما فينا ما نتطرق لموضوع اللباس. حي ساروجا لهم لباس معين او زي معين، وخلينا يعني بدي اسالك كمان عن الوردة. الوردة الوردة هي رسالة محبة، وهي اذا عجبتك تفضلي. هي رسالة محبة بنحملها دائما. وهي الآنسة كمان الوردة تبعك جاهزة مشان ما تزعل مني، تفضلي. اكيد صبايا حلوين، يعني هن بيفتحوا النفس لك تعطيهم الوردات الحلوين. اهلا وسهلا فيكم ان شاء الله. الورد هو رسالة محبة، الورد يعني اصدق تعبير عن الحب هو الوردة، اصدق تعبير بتلغي الكلام كله. وتتميز ساروجا انه كان فيها حكرين للورد، لزراعة الورد، بيت سبح كان عندنا حكرين للورد، وهي الوردة هي البذرة الشامية نفسها اللي كانت تنزرع. هي لها ريحة، شمي ريحتها أنسة قديش حلوة، ريحة جميلة جدا، ريحة جميلة جدا، يعني هي بتميز فيها الحي. بعدين عنا إذا بدنا نحكي على الزراعة، أنا حابب يعني فوت على الحي أبدأ صور لكم إياه كأنك عم تمشي أنت، يعني كأنه معك كاميرا. جينا شارع الثورة عودة بالسبعينات، كان حي واحد يمتد من سوق ساروجا إلى ساروجا إلى جامع التوبة، حي العمارة كلها ساروجا. هي هذا الشارع وقت انشأ شارع الثورة، الحداثة اجت قطع الحيين، صار حي سوق ساروجا لحال وصار حي العقيبة والسمانة لحال. هذا الشارع جينا رح نبدأ نحن نقطتنا بسوق ساروجا، رح نفوت على الحي، رح نفوت من المدخل الشرقي، رح نلاقي أول شيء رح ندخل لورا أكثر من 800 سنة 900 سنة، رح نفوت على المدرسة الشامية، المدرسة الشامية يلي فيها الملكة أختون، أخت صلاح الدين، المدرسة الشامية، جامع الشامية، أقدم جامع، هذا أول جامع بني بعد الجامع الأموي، المدرسة الشامية يعني تاريخ بناءها 622 هجري. تصوري عم تفوتي على حي من العهد الأيوبي، فقديش قديم هالحي، قديش هي الحي، المدرسة بنيت قبل ما بني الحي، كانت ست الشام هي منارة للشام مدرسة. دخلنا طلعنا من المدرسة الشامية، بنلاقي على يميننا جامع مكتوب عليه جامع بلبان، جامع بلبان المحمودي، تاريخ بناؤه 825 هجري، يعني نحن عم نرجع 800 سنة لورا. إذا حي عريق بقلب المدينة، فتنا على الجامع، الجامع في تشققات بالسقف، نحن من خلالكم يعني منوجه رسالة للجهات المعنية إنه هذا الجامع كثير ناشدنا، حرام ينهد، يعني هي المعالم الأسرية حرام تروح. خلصنا من جامع البلبان المحمودي، جينا على جامع الورد. لجامع الورد حكاية وحكاية، يعني كان بناء حاجب الأمير برسباي سنة 830 للهجرة، جامع فيه مئذنة حجرية جميلة جدا كمان، يعني جامع من العهد المملوكي. خلصنا جامع الورد، فيه كان الإمام أبو اليسر عابدين، يعني كان مفتي دمشق، له غرفة كان يعتكف فيها بنفس الجامع. طلعنا من الجامع عم نمشي، نحن عم نمشي هلأ، رحنا على اليمين حمام الورد، حمام الورد من القرن الثامن الهجري، حمام الورد أسري قديم جدا، لا يزال محافظ على هويته الثقافية وهويته التاريخية. بتفوتي بتلاقي الحجر مثل ما هو، كمان عمره أكثر من 800 سنة، قولي 850 سنة، لساته قائم. خلصنا من جامع، خلصنا من حمام الورد، مواجهه في حارة قديمة اسمها حارة العبيد، لولا حارة سلطاني عبيد القدامى، جوز تسأليني شو معنات سلطاني. ليش صار الورد؟ بدي اسألك، هي صار بدها شمت عطيس مشان اتذكر.
ليش سموها؟ لا اتذكر شوي بقى. هي العادة مو موجودة غير بي يعني. ايه دمشق بس القدامى بيعرفوها، انا هي اخذتها عن جدي شم القطيس. صحة. على قلبي. ليش سموها كنتي عم تسأليني؟ ايه. هاي سموها حارة العبيد لانه بعهد المماليك، الحي بني بعهد المماليك، سكنوها الحي كان يسكنوه يعني كبار القوم، القاضي ولا من كبار القوم سكنوا فيها كتيبة بيقولوا من الزنوج يعني من السودان، فسموها عبيد يعني نسبة لهم. طبعا كلمة سلطاني هي بعهد الاحتلال التركي، كلمة سلطاني هي شارع. خلصنا من حارة العبيد، فتنا لجوا لحارة العبيد، هون رح تلاقي جامع القرمشي، هذا بيلزق بيتي، أنا بيتي ملاصق لجامع القرمشي. جامع القرمشي يعني 811 أقدم مزاجة الحي، 811 هجري، كمان رجعتي 850 سنة لورا، فوتي على جامع القرمشي. جامع القرمشي ما كان جامع، كان دار للأيتام. جامع القرمشي نحن بتذكر كان يعني بيقولوا له شيخ الكتاب، شيخ الكتاب عنا بسوق ساروجا، شيخ الكتاب هو بجامع القرمشي. يعني حديثا تحول لجامع، كان شيخ كتاب، كان الشيخ عزت، اجت بنته الأنسة أسماء، كان درس أنا يعني بنتي الله يسلم لكم وابني درسوا بهذا الجامع بشيخ الكتاب. يعني قدين نسبة المناطق هيك ولو وقتنا شوي ضيق، الأماكن والمحلات يلي محافظة على مكانتها ولساتها موجودة، يعني فينا نقول من 80 سنة 60 سنة أو 100 سنة؟ فيك تقولي 800 سنة؟ ايه لسه في هاي هاي عم بعطيكي انا الامثله، لان احنا بس خايفين انه هي تندس مناطق محلات لساتها، مثلا محل الفلافل، محل محلات خلينا نقول نحن في محلات 100 سنه عمره. هلا انا مشان الوقت ما يداركنا بنعرج على جامع المرادي، كمان جامع المرادي كمان 800 سنه، كمان في مئذنه حجريه. خلصنا من جامع المرادي رجعنا بدنا نفوت من مدخل، في مدخل الارماني. هون ببلش الجمال، اول ما نفوت على نطلع دراج بنلاقي على اليمين في قهوه اسمها مقهى ورد، بتفوتي على القهوه بتشوفي يعني الشاب يعني ابن الحاج ابو انس البقاعي الله يطول بعمره، بتفوتي على القهوه بتشوفي شغلات حلوه كثير، بتشوفي الورد الدمشقي، بتشوفي الياسمين الشاميه، بتشوفي الزنبق البلدي، بتشوفي الفل الشامي، بتشوفي الريحان. بس بسألك عن اللباس هيك ولو سريعا، يعني كونه تفضلي نسأل عن اللباس الخاص فيكم ولو سريعا بدقيقة. هلا اللباس هذا مريح جدا، مريح ونحن متعودين عليه، لباس الأجداد، الشروال، الخنجر هذا خنجر شامي، أكيد هذا ما استعمل إلا ضد الاستعمار الفرنسي، ما استعملناه على بعضنا وبحياتنا ما سحبنا بعضنا سلاح، يعني دائما نحن أهل محبة أهل سلام، اسمها حارة الورد، نحن بنوزع ورد بنوزع محبة. يعني هلا محافظ على لباسك وبتضل فيه؟ انا بتم فيه وبطلع فيه، بروح الجامع بروح فيه تمام. خليني بك بسريع اني دخلت على الورد، دخلت على اسطوح شفت الشيء الحلو، خلصته ومشيت شوي فتت بحاره الارماني. حاره التاريخ في عندنا الله يرحمه علي المارديني اولاده هلا موجودين، ما في احلى يعني بالنهايه فوتي على المحل وشوفي شو بيخطر ببالك، انتيكه بتلاقيها، شو بيخطر ببالك شغله عمرها 200 سنه بتلاقيها. صحيح. يعني متحف كامل تراثي يطول عن احياء دمشق وحلاوتها وخصوصا ساروجا، واكيد لنا لقاء ان شاء الله. وجه هيك انا رساله انه هذا الحي حرامي بيصير، حرامي نهد، يعني نحن يعني عندنا جامع التبريزي، جامع التبريزي 817 يعني هجري، هذا الجامع كان مهدد انه يصير حمامات، وقفوا الخيرين، وكمان اجى السيد المحافظ يعني مشكور من السيد المحافظ، السيد النائب، الساده المدراء، اجوا على الحي بيوصلوا اي اماكن بنفتخر فيها، وعندنا باب اسري يعني بنتمنى هذا الباب الاسري أكيد. كمان يرجع يعاد تاهيله، وان شاء الله هيك جهود مثمره ان شاء الله بدنا نشرب هذا المشبك معنا مع انه لا يمل بس الوقت خلص. شكرا الحديث ان شاء الله لنا لقاءات، بتمنى تجوا على الحي وتشوفوا الاوابد الحلوه اكيد ان شاء الله.